هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن لنا شافعا يوم الحساب. اللهم اجعل القرآن حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، وفي هذا الشهر الكريم، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو جواد كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا مالك غيرك فنرجوه من نسأل وأنت المسؤول ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم إنا نسألك أن تديم علينا النعم اللهم أدم علينا نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وكل هذا البلد حافظا من مكر كل ماكر ومن حقد كل حاقد ومن حسد كل حاسد ومن شماتة كل شامت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شيخ وارحم اللهم الشيخ زايد اللهم ادخله الجنان اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظ رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية اللهم وفق نائبه وولي عهده الأمين لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.